هذه الغياب نزلة اللي كان مهم ومصاب. إن شاء الله على كل حال وكان إن شاء الله كان إن شاء الله هذا الأسبوع هذا يا نتحصلوا على الإجازات هذوما ويتأهلوا هاد اللاعبين. نظن بالاستقدامات هذوما اللي درناهم في اللاعب رجم واللاعب البوسني، اللاعب البوسني اللي في طربوس تاع رجم نعرفوه، رجم لاعب متميز امين، لكن اللاعب البوسني سمير نظن باللي في طربوس تاع تركيا ابهر جميع الحاضرين هناك، دونك مام اللاعبين تاع شباب القبائل رم يطالبوا في الاداره باش يتأهل هذا اللاعب في اسرع وقت، دونك شافوا الامكانيات نتاعو. الكثير في حاله تأهيله، ننتظروا منه ان شاء الله الكثير، وان شاء الله راه راح يتأهل وراه راح يقدم الاضافه الكبيره لشباب القبائل. شاء الله. واي تعتمد؟ ليس كريم، ماشي هكا. لا احنا رانا نتكلموا على الهجوم، انت راح تلاقي تعتمد. رشيد أيت عثمان على كل حال، رشيد أيت عثمان في البداية ما نخبيش عليكم جا كوموندير راجع على اي سي في الفريق، لكن اثبت باللي لاعب عنده امكانيات ثانية كبيرة، وكان الطاقم الفني كله الى فاليدي لو ريكروتمون ديالو. وجدت الصعوبه في استخدام في الميركاتو لان الاسماء قليله. الميركاتو الشتوي على كل حال ما تصيبش لاعبين كثيرين، لكن ان شاء الله الاستخدامات هذه نظن باللي راح تمد اضافه كبيره للفريق ان شاء الله. هي التي اردتها ام فشلت في استخدامات اخرى؟ لا ما فشلتش على كل حال، كانت عندي اتصالات ما نخبيش عليكم مع اللاعب بهلولي اللي كان على ماشي كان على وشك الامضاء، كان مضى عقد ومازال العقد راه عندي هنا مع شباب القبائل، لكن كان باش يفسخ العقد تاعو مع ناديه، وجد صعوبات كبيره، وكان ثاني المبلغ نتاعو باسكو حنا هو كان المبلغ تاعو باليورو، حنا ظنينا باللي نقدروا نديروا له على لو شونج على البنك، على كل حال كيفاش نقولها بالعربيه، نخلصوه عن طريق البنك، لكن ما قدرناش، دونك على هذه الاسباب اللي شغل تنازلنا من استقدام اللاعب بهلولي. كان عندي ثاني مع جمال بالعمري، لكن جمال بالعمري ومن بعد راح للوداد البيضاوي، ومن بعد عاود تولات ثاني اتصالات مع جمال، لكن ما كفاناش الوقت على حسب كي جاي يغلق الميركاتو الساعات القليله وين كان رئيس الوداد البيضاوي ما عطالوش لا ريزيلياسيون تاعو، كان على وشك الامضاء، لكن رئيس الوداد رفض باش يعطي له لا ريزيلياسيون تاعو، كان مام في الساعه الاخيره نتاع قبل ما يتغلق الميركاتو طلب منه باش يمضي له على ورقه باش ما يلعبش ضد فريق الوداد البيضاوي لانه منافس في كاس، وكلمني وقلت له امضيها له معليش، ومضاها له، ومن رغم من هذا ما عطالوش لا ريزيلياسيون تاعو.